الاستمرار في إيجاد المساعدات والالتزامات الخاصة بذلك، وأيضا العمل على الدفاع. لدينا كما تحدثنا العديد من الأشياء التي نعمل عليها مع حلفائنا حول العالم وفي أيضا المحيط الأسيوي وأيضا في منطقة الشرق الأوسط مثلك. أيضا أنا سعيد برؤية إطلاق سراح الرهائن وإعادتهم إلى منازلهم والاستمرار في ذلك لإيجاد الأكثر من إطلاق السراح الخاص بالرهائن والاستمرار في ذلك. ولذلك لدينا العديد من الأشياء التي نعمل عليها والقائمة الخاصة بالمهام. علي أن أقول أيضا بأننا سوف نقوم بالعمل على ذلك في تقوية الحلفاء وفي تقوية التحالف للتأكد من أننا سوف نتعامل مع أي أشياء يمكن تحدث، أيضا والتعامل مع الهجوم الروسي، ولن يحدث ذلك بدونكم، وأنا مقدر جدا لكم وللمسؤولية التي نحن بها هنا. شكرا جزيلا.